كون لكم مين رح يطلع الاول؟ مين؟ عزيز. لا هلا شو هو محليه الاحساس انه بقولوا لك رح تطلع الاول، ورد التفاعل تاعك عالي، معناها مشتركين انهم يعترفوا لك بالخدمه اللي خدمتها انت وبالشغل اللي جبته. يا رب اخذ الاول، يا رب حسن طالب يسمع. عزيز الاول هلا شوفه. هنا هنا الترتيب هنا. هاي بدر، انا فيروز من فنزاتك انت وزينب، حبيت ابارك لك على اغنيتك الجديده، الف الف مبروك اول البوم يا رب. انا عبد الله من مصر، احب اقول لك الف 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 مليون مبروك على الاغنيه الجديده، والله العظيم كسرت الدنيا، مش عارف ابطل اسمعها، يعني جميله جدا، يعني يا رب النجاح النجاح دايما يا رب ليك. الله، والله مفاجاه من العيار الثقيل. الفانز مو بس يعني تعبوا نفسهم بيكتبوا كومنتس، لا عاملين فيديو ومظبطين وربنا يوفقك في مشوارك، واحنا متابعينك والله جدا جدا. بجد مبروك يا بدر، وفرحت له بصراحه. شعور عمري ما توقعت ان انا في حياتي حعيشه، يعني في ناس يعني مهتمه للشيء اللي انا بعمله. احلى يوم في الدنيا كله، يوم تاريخي جدا، تاريخ سخو، في ناس عسل كده يا حياتي، مبسوطين فيه جد الدنيا كلها، فخورين فيه جد الدنيا. ورب اتقشعرت. نعرف حركات المشاهير والدراما ووقف شعر، ما انا شايف كنت جنب شعره ما وقف ولا شعره منه. في مفاجأة جميلة تستناك برا، اتمنى انها تعجبك يا رب. عزيز وي لاف يو. وين المفاجأة؟ بدر حبيبي، يلا شوف المفاجأة يا حبيبي، المفاجأة دقيقة، في مفاجأة اقول لهم كلمة طيبة، تعال بس الاول نشوف على طول. ليه هو الفيديو ده مو مفاجأة كفاية؟ لسه في مفاجآت. الله يسعدكم. بدر عنده مفاجأة. بدر وين رايح بدر؟ بالي أتوقع إنه ممكن عاملين لي بلالين، أو في أحد من المتابعين جاي يبارك لي بنفسه، ما أدري. ف الله يستر. يا ساتر. فين بقى؟ ها؟ أوه قهوة. وترك. الله جابوا لك شحنة قهوة. الله. الله جابوا لي ترك قهوة لي أنا وكل الناس اللي أنا أحبهم. جسمي كله كان بيتقشعر وأنا مبسوط، لأنه الشيء اللي عملوه مو هو شيء بسيط، يعني أتعنوا عشاني، فأكيد حنبسط بسطة الدنيا حرفياً. شوف المفاجآت كيف. ما عندك مشروع ما شاء الله. يالك نيالك يا اخويا، نيالك الفانز يجوك للمقر. يلا كلكم معزومين تعالوا. انا ما عادش نسميك بدر، بسميك بن على طول. وينك بن صفا؟ يعني اغنيه ومشروع بزنس ما شاء الله عليك. ها مشروع اغنيه جايبينه عشان مثلا يترزق الله.